الوقت اتأخر، الوقت اتأخر، وأنا فتاة بريئة ساذجة في مكان صحراء جرداء فيها المطمع. الوقت اتأخر، الوقت اتأخر، أنا قلت الإشارة 3 مرات يا بهايم، الوقت اتأخر. مصلحة ولا مروحة؟ مصلحة ومروحة. يلا يلا اتكلوا على الله. هو أي حاجة فيها الروح؟ أنتوا فين يا صيع؟ أنا قلت الإشارة 3 مرات، الوقت اتأخر. الله 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 الله، إيه الحاجات الطرية الواقفة لوحدها في نص الليل ده؟ هي قرطوا ليه يا بهايم؟ جرايا كارتيرة تديها فاكتيرة. أول ما الحلوة فتحت شباكها فتحت باب قلبي للشوق طوالي. ما تيجي معانا يا حلوة نقفل الشباك؟ اوعوا تحلوا المراكب، والله يا ناس مراكب. اللي انتوا بتعملوه ده يا وحوش برية، يا ذئاب بشرية، تتحرشوا بولية يا شوية حربية، وشك في الحيط وقفك ليا. ابعدوا عني. نبعد عنك ايه؟ ده احنا ما صدقنا لقيناكي يا مزة، يا فرصة، يا فورتيكا. الله ما تفرد وشك يا جلهوم، هو في محرش يتحرش بواحده وهو قافل وشه كده؟ ما انت مش شايف اللي انا شايفه يا معلم؟ دي سحنه حد يتحرش بيها برضو؟ ده انت وشك جايب شاشه. خليك في الفلاشه اللي قدامك دي وتحرش. انت اتفقت معانا انك تعمل مزه جميله مش تعمل فيروس اوف ذا كاريبيا؟ ما هو ده الفيروس اللي عرفت اجيبه، اعمل ايه؟ خلص بقى، مش انت اللي وقعتنا هنا؟ خلص وتحرش. انا اتحرش وامر لله. انت بتاعتنا الليله دي يا فرس النهر، يا كلبة البحر، يا بقايا امرأة. ما تحسن ألفاظك يا جلهوم، في ايه؟ ايه اللي فرسة النهر؟ كلبة البحر؟ جرايا حتة، ما تسيبي روحك ورقصي بين ايديا والميسي. حضني في ايديكي ورقصي. حضني في ايديكي ورقصي. خلصونا بقى يا فاجر، خلصوا ام الخطه اللي ما بتخلصش دهية. اصل انا عجبتني النغمه قوي. طب معلش يا فاجر، خش في الخطه الطوالي. الحقيني يا سوبر ميرو. انت بتاعتنا الليلادي. الحقيني يا اختي، انت جيت لنا من السما. الحقيني يا سوبر ميرو. انت بتاعتنا الليلادي. الحقيني يا اختي، احنا ما صدقنا لقيناكي. الحقيني يا سوبر ميرو. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.